خلاص معايا بقى لقيت اللي فاتح اللابتوب بتاعه في المركز. احنا كنا وصلنا يعني قبل البريك كده ان احنا قلنا الاي ار دايجرام معناه ايه وخدنا اول كومبوننت في الاي ار دايجرام اللي هو مين الانتيتي وكلمنا عن موضوع السترونج انتيتي والويك انتيتي. خلاص في اي مشكله فيهم؟ تاني نقطة خلاص انا طلعت والله دي الانتيتيز المهمة عندي في السيستم، ابدأ اطلع بقى الكاركترستكس بتاعت مين؟ بتاعت الانتيتي، ابدأ اطلع الاتريبيوتس بتاعها. طيب الاتريبيوتس انا بريزنت الاتريبيوتس از الابس كده او از سيركل زي ما انا عايز، يعني دي تنفع ودي تنفع فشيء مشكلة. الاتريبيوتس نفسها ليها بقى اشكال في الرسم وانواع وهكذا. خلاص؟ انا عايز اسمها سمبل اتريبيوت، كومبوزيت اتريبيوت، مالتي فاليو اتريبيوت، الدريفن اتريبيوت والكومبلكس اتريبيوت. يعني ايه الخمس انواع دول؟ السمبل اتريبيوت ده اللي هو حاجه بتوصف نفسها على طول، يعني بقول ايه رقم البطاقه، هو رقم البطاقه بس، بقول ان كل كاستمر ليه نيم، ليه اي دي، ليه ادرس، ده كده بيطلق عليه سمبل اتريبيوت. هو حاجه ما ينفعش تتجزا على اكتر من كومبوننت، هي حاجه بتوصف نفسها بس. خلاص؟ وده بيريبريزنت ازا ايه؟ هي اليبس واحده بتريبريزنت الكولوم او الاتريبيوت ده. عندنا حاجه ثانيه، حاجه اسمها كومبوزيت اتريبيوت. يعني ايه كومبوزيت اتريبيوت؟ مين كده في الريكويرمنت دوكيمنت يقول لك والله احنا عندنا الكاستمر بنستور الاسم بتاع الكاستمر، بس لما نيجي نستور الاسم بتاع الكاستمر بنستور الفيرست نيم واللاست نيم. خلاص؟ هو هنا عمال يتكلم في طريقه الريبريزنتيشن، انا ده ما يهمنيش قوي، انا يهمني ان انا في الاخر لما اجي اعمل الكاستمر ده هقول الكاستمر ده ليه فيرست نيم ولاست نيم، ولا هقول ان هو ليه نيم ويطلع من نيم مين؟ حاجه اسمها فيرست نيم ولاست نيم. مين الاصح في التوصيف؟ تمام؟ يعني في واحد ممكن يقول لك ايه والله انا الكاستمر ده هطلع منه تو سيمبل اتريبيوت، واحد اسمه فيرست نيم واحد اسمه لاست نيم. هو ده الصح ولا ان انا اطلع منه اتريبيوت اسم ونيم واطلع من النيم ده فيرست نيم ولاست نيم؟ ايه تاني واحده طبعا لا، ليه؟ عشان اللوجيك بيقول كده، عشان المنطق نفسه بيقول كده، عشان ريكويرمنت دوكيمنت بيقول كده، عشان لما اجي اقول ان كل كاستمر ليه ايه اقول انه ليه نيم. قصة بقى ان هو هيريبريزنت ازاي مش هي دي القصة، بس انا هانديكيت ان هو هيريبريزنت ازاي. خلاص؟ بس لما اجي اقول ان كل موظف ليه ايه اقول والله او كل كاستمر ليه ايه، كل كاستمر ليه نيم. بس لما اجي اريبريزنت النيم ده بريبريزنت النيم از كومبوزيت اتريبيوت. طبعا لازم الكومبوزيت اتريبيوت ده يكون المجموع بتاعه، يكون المجموع بتاعه هو السمبل اتريبيوت اللي طالع منه. يعني ما ينفعش احط حاجتين مختلفتين واعمل لهم اتريبيوت واقول ان ده كومبوزيت، لا ده هي دي المكونات اصلا بتاعت مين؟ بتاعت الاتريبيوت. بقول ان كل كاستمر ليه بيرس ديت. طب انت عاوز تخزن البيرس ديت كله از يونت واحده ولا عاوز تخزنه از سيت اوف كومبوننتس؟ لو انت عاوز تخزنه از يونت واحده كان ممكن كل الكلام ده يبقاش موجود، انا كل كاستمر ليه ايه ديت اوف بيرس وبس. قال لك لا انا عاوز اخزن ديت اوف بيرس از كومبوننتس. مين هي كومبوننتس؟ از مانس وداي وايه وير. خلاص؟ عندي الادرس، كل كاستمر ليه ادرس. طب هو انت عاوز تخزن الادرس از يونت واحده ولا عاوز تخزن الادرس از ستريت وسيتي وكونتري؟ هو اذا يونت واحده يبقى هو عباره عن سمبل اتريبيوت، لو انت عاوز تخزن الكومبوننت بتاعته يبقى هو عباره عن ايه؟ كومبوزيت اتريبيوت. فهمنا كده؟ كومبوزيت اتريبيوت عباره عن سمبل وطالع منه سيت اوف ايه؟ اوف سمبل اتريبيوت. تمام؟ وبعدين حاجه اسمها ثانيه اسمها درايفد اتريبيوت. يعني ايه درايفد اتريبيوت؟ يعني اتريبيوت بيتحسب من سيت اوف اتريبيوتس موجوده عندي، عباره عن اتريبيوت بيتحسب من سيت اوف اتريبيوتس موجوده عندي، او اقدر ان انا احسبه. يعني انت دلوقتي عندك حاجه اسمها كاستمر وعندك حاجه اسمها ايه؟ ايج. طب انت اصلا عندك سمبل اتريبيوت اسمه ايه؟ ديت اوف بيرس. فساعتها بيطلق على الايج ده ان هو كالكوليتد اتريبيوت، درايفد اتريبيوت. يعني اتريبيوت انا اقدر احسبه في الران تايم. خلاص؟ بقول خلاص والله انا عندي الكاستمر واعمل داشد او دوتس كده للسيركل بتاعتي او الاليبس بتاعي واحط جواه مين؟ الايج. فساعتها لما اجي ابص على السايكل دي او ابص على الانتيتي دي او والله ده ليها سمبل اتريبيوت اسمه ديت اوف بيرس سالري ديدكشن، وليها تو درايفد اتريبيوت، تو كالكوليتد اتريبيوتس، اتريبيوتس اقدر احسبها في الران تايم، اللي هو الايدج اللي انا اقدر احسبه من مين؟ من الديت اوف بيرس. وعندي مين كمان؟ النت سالري، اقدر احسب النت سالري ده من مين؟ السالري بتاعي ناقص مين؟ الديدكشنز اللي حصلت في الشهر مثلا. تمام؟ بعدنا سمبل اتريبيوت، عندنا كومبوزيت اتريبيوت اللي هو عباره عن سمبل، بس انا لما باجي اسيبه بكسره شويه لسيت اوف سمبل اتريبيوت. خلاص؟ درايفد اتريبيوت او كالكوليتد اتريبيوت او كومبيوتد اتريبيوت، كل الكلام ده بنفس المعنى.
عباره عن اتريبيوت انا بحسبه في مين، او عندي القدره ان انا اقدر كالكوليت الاتريبيوت ده في الران تايم بتاعي. عندي حاجه اسمها مالتي فاليو اتريبيوت، حاجه اسمها مالتي فاليو اتريبيوت. جه يقول لك والله انا الكاستمر بتاعي لي اكتر من فون، طب ما ساعتها اعمل مثلا فون 1 وفون 2 وفون 3 اوكي يطلع فون كمان فون وفون برو، هقعد اعمل سمبل اتريبيوت لعدد الفونز؟ قال لك لا، انت عامل لي بس ايه دبل سيركل كده وحط لي جواه مين، جواه الاتريبيوت بتاعك. ساعتها كده اما ببص على الدايجرام ده بفهم ان كل كاستمر بيبقى ليه ايه، مش فون واحد، ممكن يبقى ليه فون او اكتر، عددهم قد ايه انا ما اعرفش عددهم قد ايه، بس هو ممكن يبقى ليه فون او اكتر. طب هو قال لك لو هو ليه تو فونز بس، قال لك كده ان كل كاستمر الماكسيمم بتاعك ان انت تخزن تو فونز، اعملها برده مالتي فاليو ولا اعملها فون 1 وفون 2؟ كومبوزيت هتحط التو فونز جنب بعض مش تقري معاه. كومبوزيت دايما لما تحط الكومبوننتس بتاعته جنب بعضيها كده تدي لك مينينج. يعني لما اقول ان انا النيم بيتخزن هذا فيرست نيم ولاست نيم، لما امسك الفيرست نيم ولاست نيم واحطهم جنب بعض يديك ايه؟ النيم. لما بحط التو فونز جنب بعض يديك ايه؟ فون. عمره ما يديك فون. خلاص نرجع تاني للسؤال بتاعنا، لو هو فون 1 وفون 2 مين الاحسن؟ مالتي فاليد ولا فون 1 وفون 2؟ هو قال كده، هو قال لك ان هو ليه تو فونز بس. هو يعني زميلك بص بقى اللي جاي بعد كده لسه ما حكيناهوش، هو الكلام ده اصلا احنا بنعمل ايه ار دايجرام عشان نفك الاي ار دايجرام ده سيت اوف تيبلز، لسه احنا هنتكلم على القصه دي بالتفصيل. المالتي فاليو دي بتعمل لك تيبل تاني، بتعمل لك تيبل تاني. معنى كده ان انا لو عاوز اعرف بيانات الكاستمر والفونز بتاعته محتاج ان انا اعمل ايه، اجوين او اضم التو تيبلز دول مع بعض، ده كبرفورمانس وايز قليل. انما لو هما الاثنين موجودين مع بعض في نفس التيبل خلاص هما فون 1 وفون 2، يبقى في قصه كده قصة الايه البرفورمانس. في اشي تاني بقى، لو انت عملتها فون 1 وفون 2 هو مش غلط، هو كويس لو انت عاوز تبص على البرفورمانس، بس مشكلتها في ايه؟ في المينتنس بعد كده. لو هو قرر في وقت من الاوقات الكاستمر، وده العادي بتاع الكاستمر انه يتشينج الريكويرمنت بتاعه، قال لك والله احنا ظهرت شركه ثالثه فبقى في بعض العملاء عندهم ثلاث خطوط فانا محتاج ان انا اخزن الخط الثاني، ساعتها انت بتهد في الاستراكشر بقى بتاع التيم، بتهد في الاستراكشر بتاع التيم، لان ساعتها انت هتضطر تعمل كولوم كمان. دي مشكله بقى، تعمل كولوم كمان دي يعني كل الستيتمنت اللي كانت مبنيه على التيبل مش هتنفذ، لان انت غيرت في الاستراكشر بتاع مين، بتاع التيبل. لما هي لو مالتي فاليو انت هتزود رو بس زياده، فانا لو بتكلم في بيرفورمانس لا كبيرفورمانس ان انا اعمل فون 1 وفون 2 وستوب، ما عملهاش مالتي فاليو. انما كبراكتس بقى او كبيست براكتس او ك لو انا بفكر شويه في المستقبل والريكويرمنت بتاع الدوكيمنت ممكن تتعدل وهكذا، لا يبقى انا المفروض اعملها ايه؟ مالتي فاليو. خلاص؟ فانت من الاخر يعني لو في حاجه بيبقى ليها كذا شكل او اكتر من شكل، لا اعملها مالتي فاليو عشان بس المستقبل مش عشان اكتر من كده. هي اقل اه صح في البرفورمانس، انما كمينتنس بعد كده ابسط بكتير. خلاص؟ فهمنا كده النقطه دي؟ برده لو قال لك ان انا عندي مثلا الكاستمر ممكن يبقى ليه ادرس او اكتر من ادرس، ساعتها الادرس برده هيبقى عباره عن ايه؟ عن مالتي فاليو. خلاص؟ عندنا بقى حاجه اسمها كومبلكس اتريبيوت، ده سيمبل كده حاجتين متجمعين مع بعض، كومبوزيت ومالتي فاليو. يعني لو واحد قال لك انا والله عندي الكاستمر بتاعي ينفع يبقى ليه اكتر من ادرس، ده كده ايه؟ مالتي فاليو. بس الادرس لما بيجي يحصل له سيف ان في داتا بيس بيتخزن از ستريت وسيتي وكاونتي، طب هو ده كده كومبوزيت. فساعتها الشكل اللي طلع لنا الجديد ده واحد من الاشكال اللي احنا ما شفناهوش قبل كده، ان ازاي يبقى مالتي فاليو ويبقى ايه ويبقى كومبوزيت في نفس الوقت، فبيطلق عليه ايه؟ بيطلق عليه ان هو كومبلكس اتريبيوت. بس في الريبريزنتيشن بتاعه بعد كده في الداتابيز بيبقى شبه المالتي فاليو الى حد ما. خلاص تمام. يبقى السيمبل اتريبيوت ده عباره عن اتريبيوت هو بيوصف نفسه لوحده كده، عباره عن سيركل واحده، او عندي كومبوزيت اتريبيوت يعني اتريبيوت وانا بخزن الكومبوننتس بتاعته، او درايفد اتريبيوت كالكوليتد اتريبيوت ينفع ان انا احسبه في الران تايم، او مالتي فاليو اتريبيوت هو اتريبيوت واحد بس ينفع ياخد اكتر من فاليو. خلاص طبعا للانتيتي اللي هو بيوصفها، او حاجه اسمها كومبلكس. يعني ايه كومبلكس؟ حاجتين مع بعض، ان هو يبقى مالتي فاليو ويبقى ايه ويبقى كومبوزيت في نفس الوقت. خلاص فهمنا كده. يبقى احنا عندنا كام تايب من الانتيتيز؟ لا تو تايب اوف ات سترونج انتيتي ويك انتيتي. عندي كام تايب من الاتريبيوتس؟ 5 تايبس من الاتريبيوت، سيمبل درايفد كومبيوتد و
كومبوزيت وكومبلكس. تمام فهمنا كده؟ فرقوا ما بين الكلمات وبعضها. الكمبيوتر ده اللي هو الدرايف اللي انا بقدر احسبه في ران تايم زي الايج والسالري. انت ليه بترسم اصلا الحاجات دي بالشكل ده؟ لان الكلام ده بيديك مينينج بعد كده في الداتابيس، بس يعني هيبان المينينج بتاعه شويه لما نيجي نتكلم عن مابنج بكره. يعني ليه بقى دي تتعمل كده ودي تتعمل كده؟ نبدا نتكلم في قصه زميلكم عن البرفورمانس، ده ابطا ده اسرع، على الافضل ان هي تبقى كذا. طب هو ده هيغير في الاستراكشر بتاع التيبل ولا مش هيغير؟ الكلام ده هنتكلم فيه واحنا بنتكلم في المينينج. خلاص بنتكلم انتيتي ريليشن شيب، ده الجزء الثاني من الموضوع. خلاص كلمنا عن الانتيتي والاتريبيوت، ساعتها هنتكلم على مين؟ على الريليشن شيب. يعني ريليشن شيب يعني اسوسيشن، يعني لينك ما بين الانتيتيز وبعض، لينك ما بين الانتيتيز وبعض. خلاص هو هنا بيديك ديسكريبشن كده او بيشرح لك اكزامبل معين، بيقول لك والله ان انا عندي كاستمر، الكاستمر ده من حقه ان هو ياخد قروض في وقت ما، والكاستمر فيه شويه اتريبيوتس انا محتاج اخزنها عنه، والكارد ده انا فيه شويه اتريبيوتس محتاج ان انا اخزن الاتريبيوتس. فانا بمسك التو انتيتيز الاول، والله انا عندي كاستمر وابدا اطلع الايه الاتريبيوتس بتاعتي كلها، عندي لون وابدا اطلع الاتريبيوتس بتاعتي كلها، وابدا ادور على الفيرب اللي ما بين الاثنين وبعض. هو بيقول لك ايه؟ كاستمر اند لونز ريليشن شيب. تمام وي وود اسوشييت ذا اتريبيوت ديت اسوشييتد اون ذا ريليشن شيب. بس مفيش حاجه في الجمله اللي هو مديها لك دي تقول لك والله يعني طب هي ايه العلاقه ما بين الاثنين وبعض. ساعات انت بتكستراكت الكلام ده من الكاستمرز نفسهم بقى، من القعده مع الموظفين او مع الناس اللي ريليتد بالموضوع ده. خلاص قول والله انا عندي سيت اوف كاستمر، الكاستمر ده بي ايه بيبورو ايه سيت اوف لونز. خلاص اللي هي مين؟ انت بتحاول تكستراكت من الكلمات الموجوده، عشان مش عاوزين نقول ان في رولز معينه، دايما الرول ان النون هو الانتيتي وان الفيرب هو الايه هو الريليشن. بس في حاجات بتيجي من صياغه الكلام، يعني مش لازم يكون الفيرب موجود واضح ان انا احط الريليشن بتاعتي عامله ازاي. خلاص تاني هو ايه هي الريليشن؟ هي اللينك اللي ما بين الانتيتيز وبعضها، هي الفيربز اللي بتبقى موجوده عندي في الجمله او الصياغ بتاع الكلام بتاعي. خلاص ريليشنز دي بقى ليها يعني اسمها ديجري اوف ريليشن، يعني اسمها كونسترينز على ريليشن. هو ده اللي عاوزين نمسكه بقى ايه ونظبط فيه. هنتكلم شويه كتير شويه في موضوع الريليشن، لكن الانتيتي والاتريبيوت قصتهم سهله شويه. الريليشن ليها رولز كتير قوي بتتحط عليها هي لوحدها خاصه بيها هي بس. خلاص اول حاجه اسمها ديجري اوف ريليشن، عندنا 3 ديجريز اوف ريليشن، يعني اسمها يوناري ريليشن شيب، باينري ريليشن شيب، ترنري ريليشن شيب. يوناري باينري تر، يعني ايه يوناري يوناري ريليشن شيب؟ يعني ايه او بيطلق عليها ريكيرسيف ريليشن شيب؟ يعني ايه؟ يعني ريليشن شيب ما بين الانتيتي ونفسها، ريليشن شيب ما بين الانتيتي ونفسها. باينري ريليشن شيب يعني ايه؟ ريليشن شيب ما بين تو انتيتيز ما لهمش علاقه ببعض، يعني ده ستودنت ده لوحده، كاستمر ده لوحده، كورس ده لوحده، ستاف ده لوحده، دي انتيتيز منفصله. بس انا بعمل ريليشن ما بين باينري ما بين التو انتيتيز وبعضهم. ترنري ريليشن شيب هي ثلاثيه ولا اكتر من ثلاثيه، المهم ان هي ريليشن ما بين اكتر من اثنين انتيتيز. خلاص في حاجه كده او محتاج ان انا اوصف فاليو معينه بس مشتركه ما بين الايه ما بين الثلاثه انتيتيز مع بعض. خلاص تعالوا ناخد اكزامبلز كده على الثلاثه ونفهم الكلام ده معناه ايه. اول حاجه اليونري ريليشن شيب او الريكيرسيف ريليشن شيب، حاجه ريكيرسيف او بتلوب على نفسها. خلاص زي ايه؟ ما يقول لك والله انا عندي موظفين وعندي مانجرز، عندي موظفين وعندي مانجرز. خلاص والموظف انا محتاج ان انا اخزن الاي دي بتاعه والنيم والسالري، والمانجر محتاج اخزن برضو الاي دي والنيم والسالري. هو السؤال هو انا اعمل تيبل او اعمل انتيتي اسمها مانجرز واعمل انتيتي اسمها امبلويز، ولا هي تبقى انتيتي واحده اصلا؟ هو كده كده اصلا المانجر هو في حد ذاته عباره عن ايه؟ امبلوي. يعني المانجر نفسه هو في حد ذاته عباره عن امبلوي. اذا كده اكنك بتكرر التيبل زي ما هو. طب معظم الاوقات انا ما بعملش كده، ليه اقرر بنفس التيبل بنفس الاتريبيوتس بنفس كل حاجه زي ما هي؟ لا انا اجي على الانتيتي دي كده اقول والله ان دي في ريليشن ما بينها وبين نفسها. ايه العلاقه ما بين الاثنين وبعض؟ ان ممكن يبقى في موظف المانجر بتاعه هو موظف تاني، موظف المانجر بتاعه هو برضه موظف تاني، تبقى البيانات بتاعه الموظفين كلها موجوده ويبقى في حاجه بس بتوصف مين المانجر بتاعه. خلاص ما اقول ان انا عندي بيرسون از مانيك تو انذر بيرسون، هو برضه هي نفس الكلام. ليه اعمل مثلا ليه اقسمها مثلا مين وفي مين؟ هو في الاخر هم كلهم موظفين، فانا عملت الموظفين مره واحده، ولو في كان في علاقه المارج دي موجوده اقدر اريبريزنت العلاقه دي ازاي؟
ازر كيرز افيليشن. ده بيوفر لي ان انا اعمل من نفس الانتيتي بنفس الكاركترستيك بتاعتها انتيتي ثاني. خلاص تاني ريكيرس افيليشن يعني ايه؟ يعني علاقه ما بين الانتيتي ونفسها. بتلاقي ان هو نفس الانتيتي بالاتريبيوتس بس بيتوصف بشغلانه ثانيه او بحاجه ثانيه، بس هي نفس الانتيتي بنفس الاتريبيوتس بتاعتها. خلاص باينري ريليشن شيب، وهي دي الاكثر وجودا في الاي ار دايجرام. دي عباره عن ريليشن شيب ما بين ايه؟ ما بين تو انتيتيز وبعض. والله انا عندي امبلوي بشويه مواصفات، عندي برانش بشويه مواصفات، وبقول ان الموظف ده بيشتغل في مين؟ في البرانش. ودي اكتر ريليشن موجوده في الاي ار دايجرام بتاعك. خلاص ان دايما لسه ما كلمناش، طول ما انا لسه ما كلمتش عليها. خلاص ايه 1 تو 1 و 1 تو ميني وايه الثلاث اسهم؟ سيب من الكلام ده، هو بس عشان دي سناب شوت من الكتاب فطلع كده. خلاص باينري ريليشن شيب يعني عباره عن ريليشن شيب ما بين تو انتيتيز. خلاص ترنري ريليشن شيب يعني ايه؟ ساعات في بعض الاوقات كده بلاقي ان في خاصيه او في اتريبيوت، الاتريبيوت ده ما بيتحققش الا لما ثلاثه انتيتيز يجتمعوا مع بعض. الاتريبيوت ده ما بيتحققش الا لما ثلاثه انتيتيز بيجتمعوا مع بعض. زي ايه؟ انا عندي فيندور، الفيندور ده بيسبلاي سيت اوف برودكتس او سيت اوف يونتس ل ابي ستور معينه او لورك هاوس معين او وير هاوس معينه. خلاص عندي برودكت وعندي فيندور وعندي كومباني او عندي وير هاوس، عندي ستور بياخد الداتا دي. خلاص باجي اقول والله انا اليونت كوست والشيبنج ده يتحط تبع مين؟ لو انا حبيت احط طريقه ارسال الداتا بتاعتي تمام والثمن الحاجه دي تتحط تبع مين؟ لو جيت بصيت عليها كده مش هتبقى تتحط تبع اي واحده منهم. خلاص لانها ناتجه عن الكومباينيشن ما بين الثلاثه وبعض. يعني انا لما يكون عندي سبلاير بيبروفايد برودكتس لستور معين، ساعتها يظهر حاجه اسمها ايه؟ شيبنج ميثود. هو انا بعت الكلام ده للناس دي ازاي؟ او انا هدفع كام في الكلام ده؟ عدد اليونتس اللي طالبينها قد ايه؟ خلاص فالترن ريليشن شيب يعني زي ما بنقول ان الباينري هي الاكثر حدوثا في الاي ار دايجرام، الترنري هي الايه؟ الاقل او فيها مدره كتير قوي، يعني قليل قوي بتلاقي اي ار دايجرام في مين؟ في الترن ريليشن شيب، لان بتبقى عباره عن سبيشال اتريبيوت كده محتاج ان انت تجمع مجموعه من الانتيتيز مع بعض عشان تحقق الاتريبيوت ده. خلاص سبيشال اتريبيوت انت محتاج ان انت تعمل كومباينيشن ما بين سيت اوف انتيتيز مع بعض عشان تحقق مين؟ الاتريبيوت بتاعها. خلاص تاني ريليشن يعني لينك ما بين الانتيتيز وبعضها. ايه هي ديجريز اوف ريليشنز؟ خلاص حاجه اسمها يونري ريليشن شيب، باينري ريليشن شيب، ترنري ريليشن شيب. يونري ريليشن شيب يعني ريليشن شيب ما بين الانتيتي وبعضها، يعني هي نفس الانتيتي بس ليها مينينج تاني، بس بدل ما اقرر انا الانتيتي دي اعمل ريليشن على طول. باينري ريليشن شيب، ودي اكتر ريليشن شيب موجوده في الاي ار دايجرام بتاعي ما بين تو انتيتيز وبعض. ترنري ريليشن شيب لو انا عندي اتريبيوت في وقت معين، الاتريبيوت ده محتاج كومباينيشن ما بين اكتر من انتيتي مع بعض، اكتر من اثنين يعني، ساعتها بيطلق عليه ترنري ريليشن شيب. خلاص في حاجه اسمها اي ار كونسترين او ريليشن كونسترين. كونسترينز خاصه بمين؟ بالريليشن شيب. كونسترين خاصه بالريليشن شيب. يبقى اول حاجه اتعلمناها عن الريليشن شيب هي ايه؟ الديجري بتاعتها، يا يونري يا باينري يا ترن. دي اول نقطه عن مين؟ عن الريليشن. تاني نقطه عن الريليشن حاجه اسمها كاردناليتي كونسترين، حاجه اسمها 1 تو 1، 1 تو ميني، ميني تو ميني. يعني ايه كلمه كاردناليتي بقى اصلا؟ خلاص دي حاجه اسمها كاردناليتي كونسترين، دي حاجه اسمها بارتيسيبيشن كونسترين. كاردناليتي 1 تو 1، 1 تو ميني، ميني تو ميني. البارتيسيبيشن حاجه اسمها ايه؟ بارشال بارتيسيبيشن، توتال بارتيسيبيشن. خلاص يعني ايه الاول كاردناليتي؟ كلمه كاردناليتي دي معناها ايه؟ قبل ما نفهم كلمه كاردناليتي دي، في كلمه كده موجوده اسمها انستنس الاول. يعني ايه انستنس؟ انت بتقول ان انت عندك انتيتي اسمها ستودنت. يعني ايه انستنس ان ستودنت؟ يعني انت بتختار فرد او بتختار اوبجكت معين من مين؟ من الانتيتي بتاعتك. خلاص ولك معنى كلمه كاردناليتي معناها ايه؟ معنى كلمه كاردناليتي هو النمبر اوف انستنس اللي هتبقى اسوشيتد من وان انتيتي مقارنه بالنمبر اوف انستنس الموجوده في انتيتي تاني. يعني لو انا اخترت انستنس من انتيتي مقارنه بالانتيتي الثانيه، هتاسوشيت مع وان انستنس منها ولا مع اكتر من انستنس؟ يعني ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ لو انا بصيت كده على الكلام ده، انسى قصه الكاردناليتي وانسى ال1 تو 1 وال1 تو ميني والكلام ده، انا عندي ريليشن
ما بين الامبلوي والكار الديبارتمنت الامبلوي الكورس والستيود. خلاص عاوز اعمل حاجه اسمها كاردناليتي. معنى كلمه كاردناليتي يعني ايه؟ امسك انستنس من انتيتي وقارنها بالانستنسز اللي موجوده في مين في الانتيتي الثانيه، شوف هل كل واحده منهم بتبقى اسوشيت مع واحده بس ولا مع اكتر من واحده. يعني لو انا مسكت دلوقتي انسى ال1 تو 1 اللي انا عاملها دي خالص، انسى ال1 تو 1 اللي انا عاملها دي. تعالى كده انا هنا دلوقتي انا عندي امبلوي وعندي كار، في ريليشن ما بين الاثنين وبعض ان الموظف بيكون ايه كار معين. خلاص عاوز احط الكاردينالتي. كاردينالتي معناها ايه؟ نمبر اوف انستنس من انتيتي اسوشيتد مين لانتيتي ثانيه. يعني بتتعمل ازاي؟ هبدا امسك انستنس واحده من مين؟ من الكار. كار هي كار واحده، هل الكار دي بتبقى اوند باي امبلوي واحد ولا اكتر من امبلوي؟ انت بتقارن وان انستنس من مين؟ من انتيتي بمين؟ بانستنس او اكتر من الثانيه. لو كل كار بتبقى اوند باي ايه؟ باي وان امبلوي. وتعمل العكس تاني، هو كل امبلوي هيبقى عنده كار واحده ولا اكتر من كار؟ هنقول مثلا احنا في السيتويشن بتاعنا لا بيبقى عنده ايه؟ كار واحده. وتجمع بقى الاثنين دول مع بعض، ساعتها تطلع الراسه ايه؟ برضه. فاهم كده؟ تاني كاردناليتي يبقى انت بتقارن عدد الريسنس اللي موجوده ما بين الايه؟ ما بين الانتس وبعض. خلاص؟ في الكيس الثانية مثلا ايه؟ وقت مني عندنا ديبارتمنت وعندنا مين؟ عندي ديبارتمنت وعندي الامبلوي. علاقة اوب. برضه نفس الطريقة، عاوز احط الكاردناليتي على مين؟ على الريليشن شيب بتاعتك. نفس الطريقة، هاخد وان ديستنس من مين؟ من الموظف. هل الموظف بيشتغل في قسم واحد ولا اكتر من قسم؟ في قسم واحد. طب القسم يبقى في اكتر من موظف ولا موظف واحد؟ اكتر من موظف. اجمع الكلام مع بعض تطلع الريليشن بتاعتي ايه؟ زي ما هو. فاهمنا كده القصة؟ تعالى ناخد مثال عن بين تومين، عندي كورس وعندي استيودو. دايما مهم قوي الكلمة دي، شايف الفيرب اللي موجود ده؟ لأن الفيرب ده هو اللي بيحدد نوع الكاردناليتي أو شكل الكاردناليتي بتاعه. خلاص؟ أخلص لكم دي بس وأوريكم الفيرب قد إيه ممكن يغير في شكل الكاردناليتي بتاعه. هل الكورس بياخد طالب واحد ولا بياخد أكتر من طالب؟ بياخد أكتر من طالب، والطالب بياخد إيه؟ أكتر من كورس، والإدارات بتاعتي إيه؟ مين في مين؟ فهمنا كده؟ يبقى معنى كلمة الكاردناليتي لو أنا مسكت وان انستنس من انتيتي وقارنتها بالانستنس الثانية من الانتيتي الثانية، هتبقى اسوشيت واحدة ولا أكتر من واحدة؟ قد إيه الفيرب ده ممكن يأثر في الكاردناليتي بتاعتي؟ قد إيه الفيرب ممكن يأثر في الكاردناليتي بتاعتي؟ لو أنا قلت إن في علاقة هنا كده ثانية، علاقة مانج ما بين الموظف وما بين الديبارتمنت، يعني ما بين الديبارتمنت وما بين الموظف في علاقتين، في علاقة إن الموظف ده بيشتغل في الديبارتمنت ده، في علاقة تانية بتوصف إن مين المانجر بتاع القسم. تعال نحط الكاردينالتي كده، أقول إن الديبارتمنت الواحد بيبقى رئيسه موظف واحد ولا أكتر من موظف واحد؟ طب هو الموظف الواحد بيرأس ديبارتمنت واحد ولا أكتر من ديبارتمنت واحد؟ رغم إن في ريليشن هيك ما بين نفس التوينتس، وريليشن هيك ما بين نفس التوينتس اللي هي الكاردينالتي. عشان كده أنت دايما وأنت بتحط التوينتس بتاعتك الأسامي والفيربز اللي أنت بتستخدمها لازم تبقى معبرة، لأن الكلام ده بيتأثر معاك بعد كده مين؟ بالكاردينالتي اللي هي بتأثر بعد كده في شكل مين؟ في شكل التوينتس بتبقى عاملة زي كده بالظبط. تمام؟ في مشكلة كده؟ فهمنا يعني إيه كاردينالتي والأنواع بتاعتها؟ يبقى إحنا عندنا الديجري أوف ريليشن هما ثلاثة، يونري، باينري، ترم. الكاردناليتي برضو هما ايه؟ ثلاثة، 1 تو 1، 1 تو ميني، حاجة اسمها ايه؟ ميني تو ميني. المشكلة كده في القصة دي بقى دلوقتي؟ ناقص لنا حاجة كمان أو آخر حاجة في الريليشن، حاجة اسمها بارتيسيبيشن. خلاص؟ حاجة اسمها بارتيسيبيشن. البارتيسيبيشن ده معناه ايه؟ معناه إن هل وجود أو الإكزيستنج بتاع وجود 1 انتيتي يتطلب وجود الانتيتي التانية ولا لا؟ تاني؟ الاكزيستنج بتاع وجود وان انتيتي، وجود الانتيتي دي هل يتطلب بالضروره وجود انتيتي من الناحيه الثانيه ولا لا؟ بمعنى لو انا دلوقتي قلت ان مثلا ايه، تعالى نمسك الريليشن بتاعت الانتيتي، لو انا قلت ان كل موظف لازم يبقى عنده عربيه،
كل موظف لازم يبقى عنده عربيه، وكل عربيه لازم تبقى اوند باي ايه؟ باي موظف معين. ده كده كلمه لازم دي اللي هي مصر بيوضع عليها اسمها توتال بارتيسيبيشن، يعني وجود الانتيتي دي بيعتمد على وجود الانتيتي الثاني، ما ينفعش ان هو مش موجودين. ممكن واحد تاني يقول لك لا والله العربيه لازم تبقى اوند بموظف، لان مش كل موظف عنده عربيه. يبقى ساعتها ممكن يبقى عندي موظف موجود اهو بس ما عنديش ايه؟ كار. فوجود الموظف لا يعتمد بالضروره على وجود مين؟ على وجود الكار، انما وجود الكار يعتمد بالضروره على وجود مين؟ الموظف. تاني كاردناليتي معناها المقارنه ما بين عدد الانستنس وبعضها ما بين التو انستنس وبعضها، مقارنه ما بين عدد الانستنس وبعضها ما بين الانستنس وبعضها. انما البارتيسيبيشن معناه ايه؟ معناه الاكزيست، وجود الانتيتي دي. هل يتطلب بالضروري او وجود الانتيتي يعني يتطلب بالضروره وجود الانتيتي الثانيه ولا لا؟ وبرضه هو ليه علاقه شويه بالكاردناليتي. يعني ايه علاقه شويه بالكاردناليتي؟ ساعات الكاردناليتي دي ما تتحطش كده 1 تو 1 او كده، او تعالوا نشوف مثلا ايه 1 تو مين، شايفين 1 تو مين دي؟ ساعات في ناس ما تحطهاش كده، في ناس بتعمل مثلا قوسين وتحط مينيمم فاليو وماكسيمم فاليو، تحط مينيمم فاليو وماكسيمم فاليو. يعني زي ما احنا مش احنا رحنا كده مره وجينا كده مره، تعالوا نعملها برضه. انا قلت ان الموظف الواحد لو ان دي مينيمم، الموظف الواحد تمام بيبقى موجود في ديبارتمنت واحد ولا اكتر من ديبارتمنت؟ بيبقى موجود في ديبارتمنت. هل ينفع يبقى في موظف مش في ديبارتمنت؟ ممكن يقول لك اه والله احنا معينين موظف جديد بس ايه مش لازم يكون موجود في ديبارتمنت. ساعتها هنا القرارين بتاعتك بتبقى ايه؟ زيرو. يعني ينفع، ينفع يبقى في موظف ماليش دعوه بالديبارتمنت، هو انا عندي موظف دلوقتي قسم الديبارتمنت دي هبقى اشوفها بعد كده. تعالى برضه خدها من الناحيه الثانيه، انا عندي الديبارتمنت الواحد لازم يبقى فيه موظفين ولا مش لازم؟ ممكن المينيموم والماكسيموم فاليو دي تبين لي مدى الاعتماديه او وجود الانتيتيز وعلاقتها ببعض. تاني تعالى نبينها كده بالاكزامبلز احسن. خلاص لو انا دلوقتي بيقول لك والله انا عندي ان امبلوي ماست ورك فور ا ديبارتمنت، يبقى انت عندك علاقه اصلا ما بين مين ومين؟ ما بين الامبلوي وما بين الديبارتمنت بتاعك. وانا جيت هنا كده طول هنا عندي ادي الامبلوي وادي الديبارتمنت، واكيد المهم قوي الفيرب اللي محطوط في الريليشن اللي بيوصف الريليشن بتاعتي. خلاص انسى موضوع 1 تو 1 و 1 تو 2، احنا عاوزين نركز في مين دلوقتي؟ في البارتيسيبيشن. هل وجود الانتيتيز بيعتمد على وجود بعضها ولا لا؟ هو بيقول لك ان ادي الامبلوي ماست ورك ان ديبارتمنت، يعني اي موظف لازم هيبقى موجود، لازم اصلا بالضروره يبقى الديبارتمنت كمان موجود. فهو بيقول لك ساعتها ان الامبلوي ممكن اعمل تو بارز كده. تو بارز دي معناها ايه؟ مانداتوري، معناها توتال بارتيسيبيشن، معناها ان الامبلوي دي بالتوتال بارتيسيبيت مع في الريليشن دي مع مين؟ مع الانتيتي. يعني معناها ان ما ينفعش يبقى في انستنس هنا كده من غير اصلا ما يبقى الايه؟ البيرنت بتاعها موجود. يبقى انا عندي ان امبلوي ماست ورك فور ديبارتمنت. ان الامبلوي انتيتي كان اكزيست اونلي اف ات بارتيسيبيتس ان ا وركس فور ريليشن شيب مع الانستنس بتاعت مين؟ بتاعت الديبارتمنت. يعني خلاص ان انا بقول ان الموظف ده ماست، لازم الموظف ده يشتغل في الديبارتمنت ده، يبقى لازم وجود الامبلوي ابدا عمره ما هيظهر الا لما يكون عندي اصلا مين؟ ديبارتمنت. خلاص بيقول لك اونلي سب امبلويز مانج ديبارتمنت، يعني قال لك ان في علاقه ثانيه كده، العلاقه دي عباره عن ايه؟ مانج. وبيقول لك ان ايه؟ اونلي سب امبلويز مانج ديبارتمنت. ساعتها بقى لو انا ببص فيها على المانجرز، هل كل المانجرز لازم لازم يمانج الديبارتمنت اللي موجود عندي؟ لا. فدي ساعتها بنطلق عليها حاجه اسمها ايه؟ بارشال بارتيسيبيشن. خلاص؟ يبقى انت اقول على الانتيتي ان هي توتال بارتيسيبيتد لما يكون الاكزيستنس بتاعها بيعتمد على وجود اصلا البيرنت. خلاص؟ بيعتمد على وجود الانتيتي الثانيه اللي مشتركه معاه في الريليشن، مش كده؟ البيرنت. يعني كلمه البيرنت دي يبقى انا بتكلم على وجود الانتيتي. كان في بيرنت تشيك وبتكلم في الانتيتي. تمام؟ خلاص؟ هو بيقول لك كمان ان انت ممكن تريبريزنت التوتال بارتيسيبيشن والبارسل بارتيسيبيشن ده، هو بيقول لك ان التو بارز دول انا بعبر بيهم عن مين؟ عن التوتال بارتيسيبيشن، والبار واحده بتعبر عن البارشال بارتيسيبيشن. في ناس ثانيه لا بتعملها ايه؟ هي بار واحده بس يجي على حاجه اسمها ايه؟ فورمال كونستريم ويعمل مينيمم فاليو وماكسيمم فاليو. خلاص؟ يجي هنا مثلا يقول لك ايه والله انا المينيمم فاليو في الديبارتمنت 1 والماكسيمم 10 موظفين. ساعتها ال 1 دي
ال1 دي معناها ايه؟ معناها ده ان ده ايه؟ توتال. ال1 دي معناها ايه؟ معناها ان توتال ان ما ينفعش اصلا ان في ديبارتمنت تبقى فيه ايه؟ على الاقل موظف اوريدي اتاش للمين؟ للديبارتمنت. احنا عندنا اشكال كتير قوي للعرض بتاع الاو ديجرام او الرسم بتاعه. يعني احنا قلنا ان احنا بالنسبه لنا دايما واحنا شغالين هنعمل تو بارز كده، فالتو بارز دي هو ايه؟ التوتال بارتيسيبيشن، والوان بار هو الايه؟ البارشل. في ناس تانية بتعمل حاجة تانية، تمسك كده ده كده وتعمل خط كده، ده معناه ايه كده؟ total participation، وتعمل الاول اللي هي الايه؟ الاوبشن. دي طرق مختلفة من النوتيشنز بتاعت الـ AR diagram. احنا هنمشي على رول واحد هقولها لكم خلاص، بس لازم هوريكم شوية حاجات او شوية examples فيها رولز تانية عشان لما تشوفوها تحسوا ان الدنيا مختلفة. خلاص؟ تعالوا ناخد examples تاني على موضوع او تكملة القصة دي. اه ايه لو في زيرو بالظبط. خلاص احنا بقى بنجيبها ازاي بقى؟ من الجمل بتاعه الريكويرمنت دوكي بتاعتنا بكلمه مي وكلمه مين وكلمه مصر. هو دلوقتي بيقول لك ان في ريليشن ما بين الامبلوي وما بين الكار. بيقول لك ان الامبلوي مي هاف ا كار، يعني الامبلوي اوبشنال بالنسبه له ان هو ايه؟ يبقى عنده كار او ما يبقاش عنده كار. عشان كده انا بريبريزنتها زي ايه؟ از وان بار. بيقول لك ان الكار ماست بي اساين تو امبلوي. خلاص انا لازم ما يبقاش في عندي عربيه موجوده في الجراج الا ما العربيه تكون اسوشيتد لمين؟ لواحد من الموظفين اللي عندي. عشان كده انا عامل ايه؟ تو باورز. اجي تاني الديبارتمنت بيتهاير جواه مجموعه من الموظفين. يقول لك والله الديبارتمنت مي هاير ميني امبلويز. لو لاحظت كده هتلاقي المي والميني يعني دايما الكاردينالتي والبارتيسيبيشن بيبقوا غالبا موجودين في نفس الجمله. خلاص انت لازم تفرق ما بين الاثنين وبعض. غالبا في معظم الاوقات يكون الكاردناليتي والبارتيسيبيشن موجودين في نفس الجمله. خلاص انت خد دي لوحدها، اعمل الكاردناليتي بالطريقه اللي احنا اتعلمناها الاول، وبعد كده بقى اعمل موضوع البارتيسيبيشن ده عن طريق مين؟ عن طريق المي والماست او الاوبشنال والمانداتوري او يعني في حاجه اسمها توتال وبارش، حاجه اسمها مي وماست، حاجه اسمها اوبشنال ومانداتوري، هم كلهم كده بنفس المعنى. خلاص ديبارتمنت مي هاير، انت عندك الديبارتمنت مي اوبشنال بالنسبه له انه يبقى جواه موظفين ولا لا. عندي امبلوي ماست بي ورك في ديبارتمنت معين، يبقى خلاص الموظف ده ليه توتال بارتيسيبيشن مع مين؟ مع الريليشن. خلاص ليه توتال بارتيسيبيشن مع الريليشن. خلاص فهمنا كده القصه؟ فهمنا موضوع الاوبشنال والمانداتوري؟ ملخص الكلام ده ايه؟ قلنا في الاول خالص عندنا تو تايبس اوف انتيتيز، سترونج انتيتي ويك انتيتي. قلنا عندنا فايف تايبس اوف اتريبيوتس، سمبل اتريبيوت، كومبوزيت اتريبيوت، درايفد اتريبيوت، مالتي فاليو، كومبلكس. دخلنا على الريليشن بقى. الريليشن ليها ثلاث حاجات. مين هما الثلاث حاجات؟ اول حاجه الديجري اوف ريليشن، يونري، باينري، تيرن. الكاردناليتي، النمبر اوف انستنس اسوشيتد تو انذر انتيتي. تمام؟ ثالث حاجه التوتال بارتيسيبيشن اللي هي المي والماست. خلاص؟ اللي هو وجود الانتيتي دي هل بيتطلب بالضروره وجود الانتيتي الثانيه ولا لا؟ خلاص؟ فهمنا كده القصة؟ نيجي بقى على الكيس. خلاص؟ انتوا عندكم دلوقتي في تايبس كتير قوي من الكيس، عندنا حاجة اسمها كانديد كي، برايمر كي، فورين كي، كومبوزيت كي، انترنت كي، وسوبر كي. خلاص؟ أنا هشرح لكم منهم أربعة وأنتوا سيلف ستادي كده دوروا على اتنين. خلاص؟ بس يعني إيه دوروا عليهم عشان هتقولي بكرة وأقول لكم كل واحد يطلع ورقة وإيه ويكتب ما يعرفه عنه. خلاص؟ تمام؟ إيه الكيس دي؟ مفيش داتا بيز او مفيش حاجه اسمها انتيتي من غير الكيز، ومفيش حاجه اسمها ريليشن حتى من غير ما يبقى الكي ده حاجه مهمه موجوده في الريليشن او في الانتيتي بتاعه. خلاص اول نوع من انواع الكيز حاجه اسمها كانديديت كي، من اسمه كده مرشح يبقى كي، يعني اي اتريبيوت موجود عندك في الانتيتي خلاص يحقق المزايا بتاعه البرايمري كي. يعني لو انا قلت ان انا عندي مثلا امبلوي وعنده رقم بطاقه وعنده رخصه عربيه، رقم البطاقه في حد ذاته ينفع يبقى برايمري كي، ورخصه العربيه ينفع تبقى برايمري كي. ليه؟ لان ده بيحقق مواصفات البرايمري كي وده بيحقق مواصفات البرايمري كي، ده يونيك ونوت نال وده يونيك ونوت نال. طب ما هو انا لو خدت مثلا السوشيال سكيورتي نمبر او رقم البطاقه بتاع الموظف ده مع النيم، ما هو ده برده بيحقق اليونيكنس، يعني اتنين مع بعض برده بيحقق اليونيكنس. بس قالك ساعتها ده ما يطلقش عليه كانديديت كي، لان مواصفات الكانديديت كي ان هو اقل عدد من الكولومز، اقل عدد من الكولومز يحقق لك اليونيكنس،
اقل عدد من الكولومز مش الكومباينيشنز ما بين الكولومز وبعضها. تاني لو انا عندي انتيتي الكولوم اللي بيوصف التيبل بتاعه، يعني الكولوم اللي هو يونيك وايه ونطنط. خلاص كل تيبل لازم يبقى ليه برايمري كي، كل تيبل لازم يبقى ليه برايمري كي عشان يضمن اليونيكنس بتاعه التيبل. طب افرض ان مثلا كان عندي ليه ادرس، ما كانش عندي سوشيال سكيورتي نمبر، كان عندي ادرس ونيم وايج، وانا قلت ان ده بيتكرر وده بيتكرر وده بيتكرر، عاوز ادور على كلمه كيز اعمل ايه؟ ساعتها انا بقى تبدا تمسك الكومباينيشنز. احنا بنقول في الاول ان الكانديدتس ابعد عن مين؟ عن الكومباينيشن، دور على الكاركترستكس بتاعه البرايمري كي في كل اتريبيوت، لو لقيتها خلاص يبقى ده كانديدت وده كانديدت، وبعد كده اختار انت اي واحد فيهم زي ما انت عايز. لو مفيش ولا واحد من دول بيحقق اليونيك بسبب ده اعمل ايه؟ اعمل حاجه اسمها كومبوزيت كي. يعني ايه كومبوزيت كي؟ اجمع مجموعه من الكولز مع بعض كده واقول ان هو ده الايه؟ ده كي بتاعه. هل لو خدت مثلا ايج ومين مع بعض ده هيحقق اليونيكنس؟ نبص على الروس بتاعت السيستم. والله لو كانت الروس بتقول لك كده ماشي، بس في الكيس بتاعتنا دي غالبا لا، عمرها يعني. انا قلت لك عندي واحد اسمه احمد عمره 25 سنه، عندي واحد اسمه احمد عمره 25 سنه. ابدا اخد مين برضه؟ الثالث والرابع وهكذا. في بعض الاوقات انا ما بلاقيش اصلا. ساعتها بعمل ايه؟ لو انا ما لقيتش ان في اي حاجه ممكن تحقق اليونيكنس، انا بعمل الكيس تواجد معاه كده. ومثلا طيب وخلي ده هو ايه البرايمري كي، ويبقى سيكويتش النمبر كده عشان يضمن بس مين اليونيكنس بتاع التيب، عشان لما اجي اعمل ريليشنز بعد كده اعرف اعمل ريليشنز. بس يبقى تاني كانديديت كي هي كل سمبل كيز او اقل عدد من الكولومز اللي ينفع تحقق المواصفات بتاعت البرايمري كي، وانت بتختار واحد من الكانديديت كيز ده يبقى هو مين؟ يبقى هو البرايمري كي بتاعك. يعني ايه برايمري كي؟ يعني ايدنتيفيكيشن كولوم، يعني الكولوم اللي بيوصف التيبل، يعني الكولوم اللي بيضمن اليونيكنس بتاعت مين؟ بتاعه التيبل ده. خلاص هل البرايمري كي ينفع يبقى كومبوزيت؟ او يعني كلمه كومبوزيت لو انا مش لاقي ولا سمبل اتريبيوت بيحقق اليونيكنس بتاعت التيبل، ببدا امسك كومباينيشن ما بين الايه، ما بين الاتريبيوتس وبعض او ما بين الكولومز وبعض. خلاص يبقى كده خدنا مين؟ كانديديت كي، برايمري كي. عندنا حاجه كمان اسمها، او قبل ما نوصل للفورين كي، يعني هو انا ازاي بريزنت البرايمري كي على الريليشن بتاعتي؟ ان انا بعمل ايه؟ بعمل بمسك واحد من السمبل اتريبيوتس الموجوده عندي واعمل تحتيه ايه؟ اندرسكور. يبقى ده عندي كده انتيتي. لو انا حبيت اقرا الكلام ده اقول ايه؟ عندي انتيتي اسمها ستودنت، دي حاجه اسمها ستودنت اي دي، ستودنت نيم وادرس مثلا، وان الستودنت اي دي بيعبر عن مين؟ عن البرايمري كي بتاع التيبل بتاعي. خلاص عندي حاجه ثانيه بقى اسمها فورين كي. مين الفورين كي؟ انت في الاخر بتقول ان انا بيبقى عندي مجموعه من الانتيتيز وفي ريليشنز ما بين الانتيتيز وبعضها. يعني عندي مثلا ديبارتمنت وعندي امبلوي، عندي ده برايمري كي اللي هو الامبلوي اي دي، وعندي ده برايمري كي اللي هو الديبارتمنت اي دي. خلاص
اما اجي اشوف ان كل او عاوز اعرف ان كل موظف موجود في انه ديبارتمنت قال لك ساعتها بعمل ايه بقى؟ بمسك مثلا البرايمر كي بتاع ديبارتمنت ده واخده فورين كي جوه مين؟ جوه التيبل تاني عشان اريبريزنت العلاقه ما بين التو تيبلز وبعض. الفورين كي تعريفه كده تعريفه هو برايمر كي ان انذر تيبل، ده تعريف الفورين كي. هو برايمر كي خدته انت زي ما هو كده وحطيته في تيبل تاني عشان يريبريزنت العلاقه ما بين التو انتيتيز وبعض. طب مواصفاته ايه؟ احنا كنا قلنا ان البرايمري كي يونيك ونطن الفورين كي مش لازم يبقى يونيك، شيء طبيعي. ليه مش لازم يبقى يونيك؟ انت بتقول ان انت والله علاقه ما بين امبلوي وديبارتمنت، ممكن يبقى عندي 10 امبلويز موجودين في ديبارتمنت رقم 10 10 10 10 فينفع ان الفورين كي يتكرر، ينفع ياخد قيم نال، ينفع عندي موظف الديبارتمنت بتاعه نال انا ما اعرفش الديبارتمنت بتاعه ايه. كمان لازم القيمه الموجوده في الفورين كي تكون بتماتش قيمه موجوده في البرايمري كي، والا يبقى انت الداتابيز بتاعتك انكونسيستنت، الداتابيز بتاعتك دي نوت تراستد، ان الداتابيز انتجريتي مش متحققه في الداتابيز دي. خلاص اما اقول ان ده فورين كي للبرايمري كي ده، يبقى اما اقول ان انا عندي موظف موجود في ديبارتمنت رقم 10 يبقى ساعتها انا اكيد عندي ديبارتمنت رقم كام؟ رقم 10. خلاص يبقى تاني البرايمري كي يونيك ونوت نال، الفورين كي not unique وينفع يبقى نال، وليه خاصيه ثالثه اللي هي مين؟ ان لازم القيم الموجوده في الفورين كي تكون بتماتش قيم موجوده جوه مين؟ جوه البرايمري كي. ده اللي بيحافظ على الداتابيز انتجريتي، ده اللي بيخلي الداتابيز بتاعتك سليمه. خلاص تمام، المشكله كده في القصه دي. فهمنا كده انواع الكيز دي، في شويه كيز انا ما اتكلمتش عليها شوفوا معناها ايه. خلاص انا اتكلمت على الكانديديت كي اللي هي الكيز اللي بتبقى مرشحه ان هي تبقى برايمري كي، واخترنا منهم البرايمري كي واتكلمنا عن المواصفات بتاعته، واتكلمنا عن الكومبوزيت كي. يعني ايه كومبوزيت كي؟ هو كي مكون من اكتر من كولوم او من اكتر من اتريبيوت. فورين كي هو اللي بيريبريزنت الريليشن ما بين التيبلز وبعض، مقسمين مين ومين، حاجه اسمها الترنيت كي وحاجه اسمها ايه سوبر كي. دوروا عليهم كده وشوفوا هما بيعملوا. حد يعرف اصلا مين دول قبل ما ندور؟ يعني ساعدني كده. خلاص خلص بس الرولز، احنا قربنا خلص الرولز، كل واحد ياخد ورقه زي دي ونبدا بقى نعمل ايه؟ نطلع كده من الكلام ده او نرسم طبقا للرولز اللي احنا عارفينها، نطلع مين؟ الاي ار دايجرام. انا هعمل معاكم ده تمام، هديكم بقى اربعه تانيين كده تقعدوا انتوا ايه سالفين لغايه ما نخلص النهارده ان شاء الله. في مشكله كده لغايه دلوقتي؟ انواع الانتيتيز، انواع الاتريبيوتس، انواع الريليشنز والكيز الموجوده. الايه؟ ده ليه علاقه بالداتا وهاوس، قصه كده ممكن ان شاء الله في ديس يعني انتوا اشتغلوا بي اي خالص. يعني الثروت كي ده ملوش علاقه خالص بالريليشنال داتابيز اللي احنا بنعرفه، ده ليه علاقه كده بكونسبت تاني خالص اسمه داتا وهاوس. تعرف يعني داتا وهاوس؟ دي قصه ثانيه، يعني لو حالفنا الحظ في الكورس ده احنا نتكلم عليها نتكلم. ده كي كده بيتعمل للسبيشال داتابيز بيطلق عليها حاجه اسمها داتا وهاوس. خلاص ده اوت اوف سكوب خالص الكورس ده، ده يعني الاس دي احنا بنقعد نشرح السيرفر كده في كورس من الكورسات، لان هم عندهم حاجه اسمها داتا وير هاوس وبي اي. خلاص ليه بمعنى ايه بترسم ازاي؟ ما بيبقاش موجود في الاي ار دايجرام فورين كي، ما بيبقاش موجود في الاي ار دايجرام. الفورين كي هيظهر معانا لما نطلع الداتا بيز سكيما من الاي ار دايجرام. خلاص يعني انت ما بتلاقي ان عندك تو انتيتيز وفي ريليشن، يبقى الفورين كي هيبقى موجود، بس بيتعمل ازاي ما اتكلمناش لسه بيتعمل ازاي. خلاص هو كان المفروض كمان ما نتكلمش عليه النهارده، بس هو عشان اتحط مع الكيز. احنا كل اللي نعرفه او اللي يهمنا دلوقتي هو مين؟ الكانديديت كي، برايمري كي، الكومبوزيت كي، هما دول اللي بيبقوا موجودين على مين؟ على الاي ار دايجرام. كانديديت يعني ايه؟ هو انت ازاي بتختار اصلا برايمري كي؟ هو ده كان بس بدايه ده بدايه الدخل على الكيز. يعني عشان اعمل برايمري كي لازم الاول اعمل ايه؟ هما مين الكانديديتس؟ ده وده وده، بختار انا واحد منهم بس.
بس ما بيبانش على الاي ار دايجرام. بس انت عشان تعمل البرايمري كي لازم تطلع الكانديدتس ده. ليه طلع الكانديدتس؟ يعني ليه مش اول واحد يقابلك يعني يونيك تاخده على طول؟ لو في ايه؟ يعني ايه بقى احسن منه؟ بالظبط. لو انت عندك مثلا صادف ان اول كولوم ده هو النيم واحنا قلنا ان النيم ده يونيك خلاص ما ده ينفع يبقى برايمري كي واشتغل بيه على طول. بس كان في حاجه تانية عباره عن انتجر ينفع برضه تبقى برايمري كي. قال لك لا التعامل مع الانتجرز في الداتابيز اسهل بكتير قوي من ان انت تتعامل مع مين؟ مع الكاركترز في الماتشنج وفي عدد البايتس اللي هتتخزن في الداتابيز بتاعك. عشان كده بندور على الكانديد ده، نقعد ندور على الكانديد لغايه ما نختار اكتر واحد مناسب. يعني ايه اكتر واحد مناسب؟ يعني اكتر واحد فليكسبل في الداتا تايب بتاعه اقدر انا استخدمه. بص هقول لك الحاجة. عدد الكاركترز اللي بتتنقل اوفر النتورك بتاعتك هو ده الايشو المهم في الموضوع كله. يعني انت كده بتتكلم في ايه؟ والله ده رقم البطاقه ده هيبقى كبير قوي، بس رقم البطاقه ده هيبقى كبير قوي، بس هيبقى كويس قوي في الفاليديشن. يعني انا في الفاليديشن انا اقدر افاليديت عليه حاجات تانيه كتير. ان انا يعني رقم البطاقه بتاعنا ده ممكن اكستراكت منه حاجات تانيه كتير، صح؟ أنا ممكن وانا في الابلكيشن اكستراكت من رقم البطاقه دي السنه اللي انت مولود فيها، اليوم اللي انت مولود فيه، في مكونات او حاجات ينفع انا في الابلكيشن وانا استخدمها اصلا. انما انت لو قررت تعمل بالاي ديز 1 2 3 يبقى لازم تروح لغايه الداتابيز تفاليديت لو انت عاوز تفاليديت وترجع تاني. دي قصه الامبليمنتيشن بقى، وانا اعمل له اي دي جديد ولا استخدم الموجود ده بيرجع للسوليوشن بتاعك خلاص. بس غالبا وفي معظم الاوقات لو انت عندك كي بيحقق مواصفات البرايمري كي في معظم الاوقات بيستخدم على طول. بالذات لو كان انت ممكن لو كان سترينج كبيره شويه ممكن ساعتها انت تعمل كي تقول لا انا اتعامل بالانتجرز احسن شويه عشان عدد الكاركترز اللي هتبقى ماشيه اوفر نتورك بتاعتك في الابلكيشن بتاعك هو شغال. ملخص بقى القصه دي كلها، دي النوتيشنز اللي احنا هنطلع بيها من مين؟ من الاي ار دايجرام. خلاص احنا قلنا الاي ار دايجرام ده في انتيتيز، في اتريبيوتس، في ريليشنز. عاوز اعرف كل واحده منهم بتترسم ازاي. ريكتانجل ده انا بعبر بيه عن مين؟ عن الانتيتي بتاعتي. لما بحط تو ريكتانجلز جوه بعض كده انا بيطلق عليه هي انتيتي برضه، بس ويك انتيتي. انا بحط تو ريكتانجلز جوه بعض عشان تبين مثلا ان هي دي انتيتي من سبيشال تايب. خلاص احط الدايموند ده عشان يبريزنت مين؟ ريليشن. طب امتى احط تو دايموندز جوه بعض برضه مع مين؟ ان هي ويك ريليشن، يعني عشان ابين لنفسي ان دي ويك انتيتي وبالتالي الريليشن ويك. يعني ايه ريليشن ويك؟ يعني انا اقدر ساعتها كده اقول ان انا في الداتابيز او في علم الداتابيز، هل انت ينفع تديليت برايمر كي ليك شايلد؟ يعني ينفع تديليت ديبارتمنت لموظفين في علم الداتابيز؟ يقول لك لا اصلا، يعني ينفع نغيرها بس كانيشال ستيب كده انا ما ينفعش ابدا ابدا اديليت برايمر كي ليك شايلد الا لو كان هو اصلا من اول ويك انتيتي. فانا وانا بديزاين الداتابيز بقول انه ينفع يديليت. يبقى تاني لو انا عندي تو انتيتيز بيرنت وتشايلد ديبارتمنت وامبلويز، ده سترونج انتيتي وده سترونج انتيتي، يبقى على طول كده على طول انا ما ينفعش ابدا اديليت ديبارتمنت فيه موظفين. لازم الاول اروح امسك مثلا الموظفين دول انقلهم ديبارتمنت تاني وبعد كده ابقى اديليت مين الديبارتمنت ده. انما في الويك انتيتي لا، كلمه ويك انتيتي يعني الداتا اللي موجوده في التشايلد وجودها بيعتمد على وجود البيرنت. بمعنى تاني بقول ان انا لو البيرنت ده مش مهم يبقى التشايلدز اصلا مش مهمين. خلاص فموضوع الريكتانجلز او الدبل ريكتانجلز والدبل دايموندز دي بتفرق معايا انا وانا جاي احول الكلام ده لداتابيز هعمل ايه بالظبط عشان اخلي الداتابيز بتاعتي تشتغل صح. تمام. عندي الاوفال او سيركل دي بتريبريزنت الاتريبيوت، لو عندي اندر سكور جوه الاوفال دي معناها ايه؟ ده البرايمري كي بتاعي. عاوز اعبر عن المالتي فاليو اتريبيوت بعمل تو سيركلز جوه بعض ريبريزنت المالتي فاليو. الكومبوزيت هو عباره عن سيمبل طالع منه سيت اوف سيمبل اتريبيوتس، درايفد اتريبيوتس عباره عن دوتس كده او داش سيركل. باينري ريليشن شيب يبقى شكلها عامل ازاي وازاي بريزنت التوتال بارتيسيبيشن والبارشال بارتيسيبيشن بتاعي، ازاي بحط الكاردناليتي على
الاي ار دايجرام بتاعنا وشوفنا احنا ازاي بنحط الكاردناليتي او منين بقدر اطلعها 1 تو ميني ولا ميني تو ميني عن طريق الايه مقارنه الانستنس ببعضيها. في بعض الحاجات بيقول لك ايه ساعات بنستعيد عن المينيمم والماكسيمم دي ان انا احط ايه حاجه اسمها مينيمم فاليو وماكسيمم فاليو خلاص تمام. اي واحده فيهم تبقى دي واحد والثانيه لا احنا بنمسكها كل واحده لوحدها. طيب مثلا يعني انت عندك مينيمم وماكسيمم هنا وعندك مينيمم وماكسيمم. ايوه الحاجه الاولى الانيه. لا هو باين هون مينيمم وماكسيمم انت عندك مينيمم يعني تعالى هنا نقول ان هنا انا نعملها بمثال يعني عندي هنا ديبارتمنت وعندي امبلوي عندي ديبارتمنت وعندي امبلوي مينيمم وماكسيمم فاليو خلاص مينيمم وفاليو بالنسبه لمين للديبارتمنت انا الديبارتمنت هنا المينيمم امبلويز يبقى قد ايه والماكسيمم امبلويز يبقى قد ايه الديبارتمنت الناحيه الثانيه المينيمم امبلويز قد ايه والماكسيمم امبلويز قد ايه واقلبها برده بالعكس خلاص تمام. طبعا انت تقدر تقول كده لو انت حطيت زيرو فانت مش محتاج تحط دبل بارس ليه لان هي بقت اوبشنال اصلا خلاص ماشي. تاني في اشكال كتير قوي لعمل النوتيفيكيشن تعالوا نشتغل على الرولز بتاعتها عشان ما نلخبطش بعض. انا هنسى خالص قصه مين المينيمم والماكسيمم تعالوا لما نيجي نعمل بارتيسيبيشن نعمل مين 1 بار ودبل بار انسى خالص قصه مين الماكسيمم كده كده المينيمم والماكسيمم دي انا بطلعها از كونسترينز عندي في الداتابيز بتاعتي خلاص. هل هي دي الاشكال بس بتاعه النوتيفيكيشن؟ لا في حاجات ثانيه لا الديبارتمنت بقارن دايما الانستنس انا بتكلم على الديبارتمنت الديبارتمنت الواحد المينيمم امبلويز قد ايه والماكسيمم امبلويز قد ايه. في ناس ثانيه بقى يعني باختلاف الكتب بقى اللي موجوده في ناس بتعمل حاجه زي كده احنا قلنا الوان تو ميني بعمل ايه 1 وميني. في ناس ثانيه تعمل لك لا تقول لك ان الوان عباره عن ايه هو مجرد يعني انسى دي خالص كده مجرد سهم كده ده معناه 1 يعني والميني ان انا اطلع منه اكتر من ايه اكتر من شرط خلاص. الاوبشنال والمانداتوري لك ساعات بعبر عن الاوبشنال دي مين بالاو وعبر عن المانداتوري مين بالبا خلاص. ده اختلاف يعني ايه كل واحد اما جه يعمل اي ار دايجرام عمل له شويه نوتيشنز غير التاني بس احنا نمشي بحاجه واحده مش هينفع يعني الاي ار دايجرام بتاعنا يبقى شويه كده وشويه كده خلاص. انا لما اجي احط الكاردناليتي هكتب ايه 1 تو ميني او 1 تو 1 او ميني تو ميني ليش دعوه بقصه الايه كذا سهم بس انا لو شفتها في اي اي ار دايجرام ابقى فاهم هي معناها ايه. اما اجي اقول اوبشنال ومانداتري مش هحط بار ولا احط او انا هحط ايه يا اما سنجل لاين يا اما دبل لاين خلاص. بس انا لو شفت الكلام ده هبقى عارف برده معناه ايه يعني لو شفت اي اي ار دايجرام تاني ابقى عارف الكلام ده معناه ايه. السنجل بار دي كده السنجل بار دي معناها مانداتري بس يعني ايه تو سنجل بار يعني ايه تو سنجل بار يعني مانداتري 1 مانداتوري 1 خلاص. في هنا سنجل بار وكذا بار مع بعض كده معناها ايه مانداتوري وميني خلاص. تاني كده او مع سنجل بار تبقى ايه اكيد اكيد مش مانداتوري اكيد اكيد مش مانداتوري يبقى البار ده بيعبر عن مين عن الوان خلاص. ده يعني عاوزين مايند سيت مختلفه بس ناس بترسم الاي ار دايجرام بيعجبها النوتيشنز بس احنا نشتغل على الحاجه المتعارف عليها اكتر خلاص. الارقام والحاجات اللي احنا بنحطها افضل من دي ساعات بتلخبط شويه عشان انت مرت ال1 بار وده ال1 ولا المانداتوري يعني ده بقى نخش القصه احنا في غنى عنها اصلا خلاص. عاوز ريبريزنت الكاردناليتي 1 تو 1 1 تو ميني ميني تو ميني عاوز ريبريزنت البارتيسيبيشن يعمل 2 بار يا اما اعمل ايه 1 بار خلاص. فهمنا كده القصص شرحنا الموضوع نظري قوي بقينا نقول اكزامبلز بس في النص بس فعليا احنا ايه يعني ما شفناش ريال سيتويشن قدامنا نشوف هنعمل فيه خلاص. اوزع عليكم ورق كده نقراه كل واحد يقراه كده مع نفسه او كل اتنين مع بعض مفيش مشكله خلاص. ويبداوا كده يرسموا وبعد كده احنا نرسمه تاني مع بعض خلاص.
بس انا عاوز كل اتنين يشتغلوا مع بعض يعني يشاركوا افكارهم مع بعض كده ويعني مش ده ايه ما انا هخلي كل واحد مع نفسه بعد شويه والله انا هديكوا اربع اكزامبلز كل واحد هيقعد كده لوحده في ركن يعملهم بس خلي اول مره كده يعني اقروا مع بعض اتناقشوا مع بعض شوفوا ارائكم زي بعض ولا كل اتنين كل ثلاثه مش مشكله حسب يعني ارسموا مع بعض في نفس الورقه في ورقه واحده ارسموا مع بعض في ورقه واحده لا لا عادي شخبط واعمل واحنا هنرسم على البورد دلوقتي نحل دي مع بعض وبعد كده هتقعد انت بقى ترسم لوحدك ارسم على قد ما انت فهمت من المحاضره هنتناقش مع بعض بقى ونشوف ايه صح وايه غلط اعمل يعني اشتغلوا مع بعض بس اشتغلوا مع بعض ممكن السلايد اللي فيها النوتيشنز يعني ماشي هو ده مش رسمتوا اي ار ديز قبل كده ولا كلكم اول مره ترسموا اي ار ديز لا كلكم ماشي